التواصل يستمر مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء. بعد ما شاهدنا أول أشواط الحقائق في هذا اليوم والشوط الأول من ذهب مع النيادي فهنيا على تألق بأول أشواطنا في هذا اليوم، ينطلق على بركة الله وتوفيقه شوط جديد من أشواط الخير والبركة، وهو شوطنا الثاني ويعتبر الشوط الرئيسي للجعدان. انطلاقة سليمة وموفقة نتمناها لجميع الإخوة المشاركين. نبدأ مباشرة مع الصدارة، نبدأ مع المقدمة والمركز الأول، وهنا على مقدمة الشوط من يبدأ مع الصدارة الأولى مشغل سعيد بن محمد بن عمير الفلاسي، بينما النغلة إلى المركز الثاني، وهنا الواري سعيد بن عبيد بن مروشد يتقدم على مستوى المركز الثاني، بينما ناخذ اللي على المركز الثالث هذا مخاوي عبد الله بن مطر بن حاته. لاكتبي من يقدم لنا مخاوي على مستوى المركز الثالث. اما النغله الى المركز الرابع وياتينا على مستوى المركز الرابع، هذا هو همام مبارك بن حمد بن العود العامري، بينما في المركز الخامس ياتي ايها الاخوه الكرام هذا هو مذهل عمر بن راشد بن سبت الخيالي، بينما في سادس التحديات هذا هو مروح غانم بن احمد بن ديلان المزروعي، يتحرك على مستوى المركز السادس، بينما في سابع المراكز ياتي هنا الظبي كاسب بن سالم بن كاسب المسافري، يتقدم الان على مستوى المركز السابع، بينما نتابع اللي على المركز الثامن ووصل الان براق سعيد بن عبيد بن جميل الخاطري، وتاسعا ياتي ايها الاخوه الكرام وينضم الينا الباهر حمد بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري، بينما في عاشر المراكز نختم الندى مع الواضح محمد بن خليفه بن درويش الفلاسي. هكذا النتيجه ايها الاخوه الكرام للعشر المراكز الأولى المذاعة التي تسير في ناموس هذا الشوط المنطلقة في هذا التحدي الرائع والجميل. عودة إلى المقدمة، عودة إلى شعارك يا أبو مسلم. هنا ينطلق مع المقدمة الأولى، يقدم همام مبارك بن حمد بالعود العامري، ولكن التغيير اللي بدا وجرى وطرى من قبل الواري لسعيد بن عبيد بن مروشد يتقدم ليغير من المركز الثاني الى المقدمه، بينما في المركز الثالث راغب هنا ياتي مخاوي عبد الله بن مطر بن حاته لاكتبي. اما في رابع المراكز، في المركز الرابع الباهر حمد بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري ياتي على المركز الرابع. هذه المراكز الأولى، وهناك بن درويش مع الواضح محمد بن خليفة بن درويش الفلاسي يقدم لنا الواضح على مستوى المركز الخامس. هذه مراكزنا، هكذا الأسامي التي تسير على خطى الناموس في مقدمة الانطلاق، في مقدمة التحدي والإثارة. لكن مع المقدم الواري 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 في صدارة الشوط، يبدو أن سيخطف ناموس هذا الشوط على المقدمة والمركز الأول سعيد بن عبيد بن مروشد على مقدمة الشوط، ولكن هناك بن يريو يقدم لنا الباهر الباهر حمد بن سعيد بن غانم بن يريو المنصور
الدوري، وثالثا في المركز الثالث مخاوي. مخاوي يتقدم عبد الله بن مطر بالحاضر التبية. المركز الرابع بالعود يقدم هناك ايضا همام مبارك بن حمد بالعود العامري، والواضح الواضح ياتينا محمد بن خليفة بن درويش، ويتدخل اسم جديد الان هذا الفارس حمد بن شطيف بن عبد الله الهاشمية يتحرك مع هذه الانطلاقة. لكن العودة مع 600 متر الأخير، 600 متر النهائية، روح يا بن مراشد روح، روح يا راعي الواري روح. مع هذه الانطلاقة سعيد بن عبيد بن مراشد يتحرك الآن، يعلن 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 لاختطافه لناموس هذا الشوط، الشوط الأول الرئيسي مع الواري، مع الواري، الواري الواري ينتزع الناموس وينتزع الفوز. الشوط الأول الرئيسي للجعدان، حظام النصيب، حظام النصيب ما شاء الله وتبارك الله، عون لون مثل ما يقولون الخبراء، هذا النوع الطيب والجيد. تهانينا لسعيد بن عبيد بن مراشد السبوسي، ينتزع الفوز، ينتزع الانتصار، ولحظة وصوله الى خط النهاية محققا هذا الانتصار. المركز الثاني وصل مشاهدين الاعزاء البراق سعيد بن عبيد وشفي الخاطري، المركز الثالث الفارس لحمد بن شطيف بن عبد الله الهاشمي. هكذا النتيجة للثلاث المراكز الاولى. التوقيت الزمني عطنا 6 دقائق 22 ثانية. تهانينا والناموس للجميع.